والموضوع الشائك اليوم هو أننا نحن أمام دار الولادة اللي هي اليوم لا تشتغل، وهذه دعوتنا كفعاليات سياسية للسيد وزير الصحة وإلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم القنيطرة إلى تفعيل الشراكة، حيث هناك شراكة في 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 رفوف المندوبية والجماعة من أجل تشغيل دار الولادة، حيث كانت من بين هذه الاتفاقية أنه مجلس الجماعي وضع سيارة الإسعاف رهنة إشارة المستوصف لتشغيل دار الولادة. المجلس الجماعي السابق استوفى التزاماته تجاه هذه الاتفاقية مع الوزارة في 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 شخص الأكاديمية مندوبية الصحة لمستوى إقليم القنيطرة، وباعتباري عضو سابق في اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم اقتناء سيارة الإسعاف من لدن اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الولاية السابقة، تم اقتناء سيارة الإسعاف وتم وضعها رهن إشارة الوزارة في يعني مستوصف. فكان من واجب المندوبية أنها تفتح هذه الدار الولادة وتجهزها. وخلوني نقول لكم عاوتاني أن كان التزامنا أن هذه المستوصفات لما تم تشييدها كانت بدون ماء ولا كهرباء، وأخذنا على عاتقنا أنذاك في اللجنة المحلية مبادرة وطنية البشرية بتعاون مع المجلس الجماعي السابق والسلطات المحلية، أخذنا على عاتقنا تزويد هذه المرافق باعتبارها مرافق عمومية، تزويدها بالربط سواء بالماء والكهرباء وحتى الصرف الصحي. فهنا التزامات المجلس السابق تم تنفيذها، لكن معكم للأسف إلى حدود اللحظة لم تفي المندوبية بوعدها، واترفع البرلمانيون على هذا الموضوع هذا، وكانت إجابة ديال الوزير الصحة على أنه كاين إشكالية ديال الموارد البشرية، كاين إشكالية ديال الموارد البشرية على المستوى الوطني. اليوم ندعو السيد وزير الصحة إلى 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 تفعيل إلى تفعيل هذه بالضغط ديالو أنه تفعل هذه الاتفاقية وفتح دار الولادة، لأنه من العيب والعار رعاية جلالة الملك على مستوى جماعة سيدي الطيبي في جماعة أراد لها جلالة الملك أن تكون مدينة نموذجية بعد ما عرف برنامج إعادة الهيكلة اختلاسات، وأن حتى هاد المواطنين والمواطنات ما ينعموش بالصحة. هنا كنتسألوا أين الدولة الاجتماعية التي تناشد وتدعي الحكومة على أنه تعمل عليها؟ نحن في جماعة سيدي الطيب اليوم نطالب فقط بتفعيل دار الولادة، اليوم سيارة الإسعاف راها موجودة، فقط خص أنه الوزارة تعين لنا قابلات وتعين لنا طبيب آخر باش أنه يكون شي شوية ديال اللي كيليبغ على مستوى الخدمات الصحية اللي كتقدم. وهذا هو الطلب ديالنا الوحيد والأوحد في المجال الصحي. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.